وأي ضربة، يا لها من إثارة مرتقبة ومنتظرة الآن. جديد وفرصة أخرى لنستمتع بهذه التسديدة الاستثنائية. شوف الثقة الكبيرة في تنفيذ الركلة الحرة بخارج القدم. هذه الطريقة لا يقدر على تنفيذها إلا اللاعبين الكبار، فقط أصحاب المهارات الخاصة. شباك، شوف الهدف من جديد، شوف الإبداع في التسديد على الطائر. تسديدة مثالية جاءت من بعيد لا يمكن إيقافها.